مساء الخير على كل مشجع ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم، وهي بسيطة وسهلة، والنهاردة هيبقى فيها بدائل لحاجات كتير. طيب أول حاجة هقول بسم الله وهنبدأ نعمل. إحنا عملنا اللانشون الفراخ وعملنا لانشون اللحم، النهاردة هنعمل إن شاء الله اللانشون الاقتصادي اللي من غير لا فراخ ولا لحم، لكن هنطعمه بالزيتون الاخضر. بما ان بقى احنا ممكن نكون مثلا مخللين شويه زيتون حلوين، ممكن نخليه وممكن نستخدم الزيتون اللي محشي جزر، وممكن نستخدم الفلفل الاسود الحب، يعني زي او تستخدموا زيتون اسود زي ما تحبوا، زي ما هو بيتباع بره وبنجيبه. هنبدا الاول في مقاديره، مقادير بسيطه جدا وجميله ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. طيب نقول بسم الله. عندي 6 قطع من الجبنه المثلثات، 6 قطع من الجبنه المثلثات، وعندي كوباية من الدقيق، وعندي بصل باودر حوالي معلقة، وعندي بابريكا برضو حوالي معلقة، عندي حبهان مطحون حوالي ربع معلقة ونص معلقة، وعندي لون أحمر طعام ده حسب الرغبة، لو عايزين تستبدلوه استبدلوه بالبنجر، ممكن قوي نسلق البنجر وناخد منه نص كوباية بيوريه، يعني نضربه ونطحنه قوي 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 ويبقى زي البوريه، يتحط ايه في الخلاط مع الخليط ده هيبقى ممتاز لو انتوا عايزين لون طبيعي. عندي حوالي 3/4 كوبايه زيت، وعندي 5 بيضات، عندي مكعبين مرق، وده اختياري، ممكن بديل ليها اللي هو المرق الباودر لانه بيدي طعم شويه، وعندي ملح وفلفل ممكن تقدروا تستغنوا عنه برضو، عندي زيتون اسود اختياري او اخضر او فلفل حب او من غير خالص اللي يريح حضراتكم. احنا اول حاجه هلبس كده الجلافزات، وعايزه اقول لكم ان انا هعمل محلول. افتكروا بقى يا نودي تفكريني ان احنا نعمل ميه السلق بتاعه الايه اللانشو، عايزين بقى نحط فيها شويه حاجات حلوه كده. طيب اول حاجه انا هسخن هنا، ازود بس شويه ميه كده سخنه عشان لما اجي اسلق اللانشو تبقى الدنيا جميله. بحمل له كده ايه شويه ميه سخنه، او يعني زي مرق يتسلق يديله طعم حلو، بحط فيه ورق لورا وفلفل حب وممكن حبهنتين كده اطعم الميه اللي قل نسبته عشان هو بيبقى يعني اقوى. هناخد كده المرق، مكعبات المرق اهو، وممكن مكانها المرق الباودر، وبعدين هنحط نضرب دول الاول كده مع بعض ومعاهم الزيت. عايزين نحط المنكهات اللي هي بقى ايه التوابل. بصوا طيب نخلط الاول دول وبعدين نرجع للتوابل مع الدقيق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ايه؟ بسم الله. اسمحوا لي بس هزود نقطه من اللون الاحمر عشان تظبط معايا، نقطه كمان، وبعدين هنضيف التوابل بس كده.
تعالوا بقى هنحط ادي الدقيق، هحط معاه الحبهان و البابريكا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط هنا وبعدين اقدر اعمل حاجه، لو انتوا عايزين تدوا له فليفر او طعم ممكن نحط فيه كام زيتونه مع الخليط، وكام الزيتونه هسيبهم بره اللي هو هيتقطع بيهم. نخلط بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عقبال ما يتضرب هكون انا هنا حد اجيب ايه، ورق لورا، ونحط في الماء اللي بيتقل. شوف كده نخلط كويس قوي. هنا الميه اللي احنا حطيناها، معلش هحط فيها شويه ورق لورا، بصوا كده احط اثنين او ثلاثه كده ورقه كبار، تدي منكه لل بعد ما حطيت ملح وفلفل وشويه من البابريكا شويه من الحبهان والبصل الباودر. خلاص اهو هنسيب بقى الميه دي تغلي غلوه كده، احنا معلين عليها، خلينا نضاعف النار عشان هبدا اجهز ان انا الف اللانشو. بصوا بقى بسم الله، الدقيق ممكن يبقى له بديل، ممكن يبقى النشا، وممكن يبقى دي السمولينا اللي هو دي البسبوسه. انا عملته قبل كده، حاجه عايزين تعملوا سيرش على اليوتيوب، في ناس بتستخدمه كبديل بيبقى رائع برده، وبيدي ترميله كده لللانشون تحسوها زي بره في انواع معينه. طيب بسم الله، هجيب كده الاول الفويل. معانا مدام سهير، يا اهلا وسهلا مدام سهير. صباح الفل. صباح الفل على عيونك يا فندم. ازيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب والسعاده. حلوه قوي الحاجات اللي انت بتعمليها النهارده دي. الله يخليك يا فندم، شرف ليا والله. كنت بس عايزه استاذنك، كنت عايزه اعمل الجلاش بتاع الجلاش اللي بتحط فيه السوسيس والحاجات دي. الحادق. للاولاد بقى. حاضر، عايزاه صينيه ولا عايزاه يبقى مستقل؟ لا انا عايزاه اللي هي بتبقى زي صوابع كده، وان انا مثلا ممكن اديه لهم مثلا في اللانش. حلو قوي، من عينيا. حاضر حاضر عيني، حالا اقول لحضرتك. شرفتيني يا مدام سهير والله. طيب طبعا ده سهل، الجلاش ده نقدر نعمل بيه كل حاجه حضرتك عايزاها، وعارفه كمان بديل الجلاش لو زهقوا شويه، العجينه بتاعت الباف بيستري اللي هي بتتباع جاهزه، بس في منها شرايح وفي منها بلوكه. البلوكه دي بتتفرد وتبقى عجينه، وتعملي بيها تحشي سوسيس، تحشي تونه، تحشي فراخ عندك باقيه. اعملي كل اللي انت عايزاه. الجلاش اهم حاجه يبقوا على الاقل ثلاث طبقات فوق بعض. ليه بقى؟ علشان تطلع كويسه ومورقه وفي نفس الوقت محمله معاكي. طيب انا دلوقتي بحط بس كده. لا انا هرله بقى هنا على طول علشان ده اسهل. بصوا بقى الكيس اللي هي الاسترتش دي او الكلانفيل ده مخصص للتعرض للحراره، فحضراتكم ما تقلقوش منه، هو بالفعل مخصص لكده. تمام، في اكياس تانية بس مش اكياس التلاجه، اللي هي اكياس مخصصه للحراره برضو وللتخزين، تقدروا هي دي اللي تستخدموها، تجيبوها من السوبر ماركت بتتباع برضو في علبه كده، تقدروا تستخدموا دي لو ده الاسهل لحضراتكم، تخلوها للحاجات اللي زي دي. انا بعمل كده الاول، بفصل بطبقه من الكلينفل فوق الفويل عشان ما يبقاش الفويل معرض على طول يعني الخليط اللي هحطه، لان ماده القصدير دي بعد غلي من الساعه او بعد دخولها الفرن، ماده القصدير دي بتتفاعل مع الاكل وتلاقيها اسودت، تبدا تنزل في الاكل، فانا بخاف منها جدا. اي حاجه يمر عليها ساعه بلاش. طبعا انا لو مدخلاه فرن، بصوا انا ليه بحط هنا، عشان ده اللي يبقى لبره، طالما على السخن. الفويل ليه وشين، وش لامع وش مطفي. الوش اللامع ده بيبقى لفوق طول ما انا مدخله الحاجه الفرن. طب الوش اللامع، الوش المطفي ده يبقى فوق امتى؟ لما اكون الحاجه دي طلعت وانا هدخلها الثلاجه تبرد، بغلف بالوش الغير لامع. طيب هنزل كده، بصوا بدات الميه تغلي منكهه.
هو ليه ايه يا فندم؟ ما هو كده طب نرد على سؤال استاذ محمد، حد طلبنا دلوقتي وقال في الكنترول ليه الملوخيه بتسقط؟ الملوخيه ليها اسباب كتير. ننزل بس اللي في الحواف ده. تسقط اولا لو غليناها زياده عن اللزوم، قلبنا فيها كتير، الغلي زياده يخليها تسقط. التغطيه بعد يعني ما بنشتغل فيها على طول، لا تسقط. هي المفروض بتقلب قلبه وبعد كده خلاص. بصوا كده، والله دي حقيقه. الملوخيه دي لسه ندى هي بتقولي ما شاء الله عليها، بتقولي الملوخيه دي بحس انها زي القهوه ما ينفعش تبوظ. بتقولي طب افرضي يا شيف يعني حد مش متمكن وعرف يلفها زي ما حضرتك لفتيها، هيحط في كيس. بصوا بقى انا حطيتها فين؟ اهي في الميه، الميه فيها ورق لورا، فيها فلفل، ممكن تحطوا فلفل الحب ما يجراش حاجه، ورق لورا ورشه ملح ورشه فلفل ورشه بصل باودر، وسبتها تغلي كده غلوه لحد ما تلاقوا ده خليط لسه ايه طري. هتاخد لها شويه كده في الميه وهوري حضراتكم اول ما تتماسك، اول ما تيجوا بقى تحسوا انها تماسكت جمدت، يعني ايه ليها بقى قوام كده ممسوك، هو بقى ده اللي ايه هنبدا نعرف ان احنا نطلع اللانشون من الميه ونسيبه يهدى الاول وبعدين ندخله الثلاجه وبعدين ايه نسقعه على الاقل ساعتين ولا حاجه وبعدين نبدا نقطعه ونتعامل معاه. ده لانشون اقتصادي سريع وبيبقى جميل. الزيتون انا بحطه جواه، انا خلطت مع الخليط ده يدي الطعم، لكن تقدروا حبات الزيتون دي تتحط في وسط الخليط كده، انا كان ممكن اوزعهم كده واقفله هيطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بصوا بتطلع جواها قطع الزيتون، انا قصرت يبقى اخضر عشان يبان ويبقى جميل، واستخدموا الزيتون اللي هو الكامله واللي جواها جزر، بيبقى جميل قوي ولطيف. عشان لما تقطعه تبقى الزيتونه متقطعه زي ما حضراتكم شايفينه كده، شوفوا جميل ازاي. وطبعا صحه وهنا، ده لا في لحم ولا في حاجه، وزي ما قلت لحضراتكم بديل اللون الاحمر البنجر، حاجه صحيه بتدي طعم وفي نفس الوقت فايده وبتديني اللون اللي انا عاوزاه. طيب معانا تليفون، معانا ام اسلام. اهلا يوه. اهلا حبيبه قلبي. حبيبتي ازيك؟ صباح الفل يا روح قلبي. صباح الهنا حبيبتي عليك. الحمد لله. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله ماشي الحال، اديني ماشي على ده ماشي بيزق على الاخر. اعمل ايه يعني؟ بصي انا يعني عايزه اقول لك فعلا واستعينوا على قضاء حاجاتكم بالكتمان. استعينوا على يعني هي فعلا الواحد ما يقولش كل حاجه. صح. فدي انا فعلا يعني اكيد بعد كده الواحد ما يكونش على نيته يقول كل حاجه. يعني هي هو المفروض ان الواحد يقول لما ربنا يكرم وتقضى. بالظبط. الحاجه يعني ما يفضلش هو لسه بيخطط لها او عايز يعملها لانه يعني هقولها اعمل بيها ايه، ما لما تقضى اقول الحمد لله ان شاء الله ربنا يحفظكم جميعا. وديني ماشي على الميه بالعسل زي ما قلتي لي. مهم عشان الاحبال الصوتيه. الصبح ده ميه دافيه ومعلقه العسل الابيض. ايوه. ان شاء الله هتبقي زي الفل، انا صوتك احلى يعني شويه احسن شويه يعني من يعني لحد ما الف سلام عليك يا روح قلبي. وعايزه اقول لك تسلم ايديكي. تسلمي يا عم. واقول لك كل سنه وانت طيبه، معلش بمناسبه المولد حبيبتي، وكل كرور برنامج كل سنه وانتم طيبين حبيبتي وانت طيبه. عايزه بس منك المقادير تاني بعد اذنك. من عيني من عيني، نزلها لك حالا يا روح قلبي. تسلمي يا ام اسلام، ما تحرمش منك. ننزل مقادير اللانشون بدون لحم تاني، على فكره هو لطيف جدا، تقدروا بقى تحطوا معاه شويه خس، طماطمايه، يعني نوعوا كده للولاد حاجات لطيفه.
في ناس عندها حساسيه من اللحوم والاجبان والفراخ، تعالوا بقى 6 قطع من الجبنه المثلثات. طب لو هحط مكانهم جبنه كوبايات، هحط 3 معالق كبار مليانين، كوبايه من الدقيق، وعندي بصل باودر معلقه كبيره، وعندي بابريكا معلقه كبيره، وعندي حبهان مطحون نص معلقه، وعندي لون احمر النقط على حسب درجه اللون اللي حضراتكم تفضلوا. انا تقريبا دول اخذ مني معلقه من اللون اللي هو السائل. طيب عندي بقى 3/4 كوبايه من الزيت، وعندي 5 بيضات، وعندي مكعبين من المرق، ملح وفلفل وزيتون. الزيتون ده يرجع لحضراتكم، انتم مخللينه اخضر اسود، عايزين تحطوا فلفل حب، عايزينه ساده، مفيش مشكله. انا طبعا دلوقتي هسيبه يغلي كده لحد ما اوري حضراتكم بقى تماسك معايا واحنا مع بعض في الحلقه. وطبعا شفنا شكله واحنا مقطعينه بالزيتون، شكله جميل، طعمه كمان جميل. البهارات او الطعم بتاع البهارات هو اللي بيطعم اللانشون، فهي دي الفكره ان احنا ناكله بطعم يكون احنا حابينه. طبعا اي توابل مفضله عند حضراتكم غير اللي انا حطيتها حابين ان انتوا تحطوها، دي حاجه ترجع لكم. اسمحوا لنا بقى بعد ما عملنا اللانشون هنطلع لاستراحه، نرجع بعد الاستراحه نعمل بديل لاحد الجبن اللي في ناس كتير بتحبها. تعالوا نشوف هنعمل ايه، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. طبعا دلوقتي هنبدا في وصفه لطيفه، انا بس بهدي كده على الايه، على اللانشون. بصوا هوريكم برده، شوفوا كده، بسم الله بدا يتماسك. شوفوا مكان الاول، بس لسه هو لسه قدامه شويه. طبعا كل ما احس ان الميه نقصت هزود ميه سخنه، المهم تبقى غمراه عشان يستوي. وفي كل الاحوال هيستوي ما تقلقوش، بس برده بحاول ان انا ازود الايه، الميه. لا يستفاد طبعا، لانه اللي موجود جواه، ما هو ده سؤال مهم، انتوا طافيني دي في وشي ليه؟ شغلوها لي، بحب اشوف. اولا هو متعرض لاكياس حراريه مخصصه للحراره، فبيسخن والفويل اكتر حاجه جيده للتوصيل للحراره، يبقى ازاي ما يستويش؟ لازم يستوي طبعا. طيب هناخد بقى احنا الخلاط كده، انا عايزه اللي في وشي دي تبقى شغاله لو سمحتوا. فهمتوني ولا لا؟ ماشي. طيب هنبدا بقى نعمل حاجه لطيفه جدا، هي طبعا مش الجبنه الرومي الاصليه اللي احنا بناكلها، لا هي بديل للجبنه الرومي، لان طبعا الجبنه الرومي عليها نيجيشيت شويه وعليها شويه كلام كده، في ناس بتحبها طبعا، انا واحده من الناس اللي بحبها، بس بنحاول نقلل بس شويه ايه ان احنا نستخدمها كتير، نسبه الملح عاليه، يعني تصنيعها عموما ما بيبقاش ايه زي ما احنا متخيلين، لكن نقدر ان احنا زي ما بيقولوا نعمل بديل ليها بسيط ومكونات بسيطه في البيت، ونقدر ناخد شويه نتحايل على الطعم بان احنا ناخد شويه من الجبنه الرومي نضيفهم جوه الجبنه دي. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي ونحكي عنها واحنا شغالين. بديل الجبنه الرومي، 2 كوباية من اللبن الباودر، 1 كوباية زيت، 1 كوباية نشا، 1 كوباية ميه، 2 صفار بيض، حوالي 5 مكعبات من 3 ل5 جبنة مثلثات، وينفع مكانها 2 معلقة جبنة كريمي أو جبنة كوبايات، 1 معلقة كبيرة قشطة، دي اختياري. ليه بقى؟ لو انتوا عاوزين الجبنة دي ما تبقاش ناشفة زي الرومي، يعني فيها النشفان ده، عايزينها كريمي شوية تبقى فيها طراوة سنة، حطوا القشطة، مش عايزين ما تحطوهاش. عندي فلفل اسود حب بحطه جوه الخليط، وفي ناس ما بتحبوش فما تحطوش، براحه حضراتكم خالص. وطبعا هحط 1/2 كوباية من الجبنه الرومي المبشوره جوه الخليط، يدي تيست شويه وطعم للجبنه اللي انا هعملها. هاخد كده اول حاجه في الخلاط، هنبدا بقى مع بعض. خليني اخد البيض، صفار البيض، وطبعا هنضيف ملح وفلفل اكيد، وهاخد معاه الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 كوباية زيت و المثلثات، مثلثات الجبنه زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هحط جواها كام فلفلايه حب تدي طعم، لكن مش هحط كتير لان هحطه في الخليط نفسه شويه. وهاخد الاول، خليني اضرب احط 1 كوباية ميه معانا، عاير هنا 1 كوباية ميه، بسم الله. خليني اضرب المكونات دي كده مع بعض الاول،
نحط رشة الملح والفلفل وبديل سريع كله في الخلاط وبيبقى فيه إناء واحد. مش هنكتر لأن حاطة جبنة رومي فأنا مش هكتر الملح، يا دوب حاجة بسيطة عشان متبقاش زايدة ملحها قوي. لو حضراتكم مش هتحطوا الرومي حطوا الملح اللي انتوا عاوزينه زي ما انتوا تحبوه. ماشي الكلام؟ بسم الله. تعالوا بقى نبدأ نضيف الإضافات اللي باقية. ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم، عندي اللبن الباودر، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي النشا، النشا ده اللي هيديها التماسك، وعندي الجبنة الرومي اللي اتفقنا عليها مبشورة تدعم الطعم الحلو ده، وهقفل بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ننزل الايه اللي حوالين بالسباتيولا كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان نبقى مطمئنين ان كله تمام، كله اتخلط حلو. هتلاقى طعمها حلو قوي، تسويتها بقى مختلفه شويه. انا ضربت كويس، هجيب كاسرول الشكل اللي انا عايزه اقطع بيه، ممكن يبقى قالب طويل فتقطعوها شرايح كده، انا يمكن عملتها في اسطواني كده عشان اقطعها تدي شرايح رفيعه. فانا هدهن القالب ده بزيت، اول حاجه لازم ادهنه زيت كويس قوي، وحاطه تحته ميه سخنه في حاجه اكبر علشان انا هسويها على البخار على البوتاجاز. خليني اعمل كده حواليها كده زي ما حضراتكم شايفين، ودي ميه سخنه، وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم ننزل الخليط ده في اروح قلباها او هاخدها زي ما هي وهدخلها التلاجة الاول. لازم تسقع، لازم على الاقل 3 ساعات او 4 ساعات. وناخد معانا هبة. سلام عليكم. ازيك؟ اهلا بيكي حبيبي. منوره الشاشه دايما حبيبتي. يروح قلبي، منوره باتصالاتكم والله. جميله بقى النهارده اللانشون والجبنه ده، بصي يعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني تقوليش حاجه اللي انت بتعملها لنا دي. يروح يعني قلبي تسلم. بجد يعني مش عارفه اقول لك ايه، تسلم ايديك. تسلمي. عايزه بقى جبنه الموتزاريلا. عينيا نعملها لك من عينينا.
يا رب يكرمك ويخليك. لا انا هي ليها على فكره فيديو ليا، بس انا هعملها لك عملي عشان تشوفيها. تقدري لو انت مستعجله شوفيها يوتيوب. تسلم ايدك. اكتبي بس موتزاريلا لشيف عظيمه، لان انا اول بجد، انا مش بقول كده عشان حاجه، بس انا اول حد بس بجد عمل حمله للاجبان، خدت فيها كورس مخصوص علشان اعرف ازاي اقدم لكم حاجه صح. لا حقيقي كل حاجه بتعمليها تسلم ايدك عليها، وكلها ما شاء الله يعني ماشيه خطوه خطوه. بالحاجه الله اللي تقف معايا كده ببص عليها حبيب. حتى البيت ده شفت الطريقه اللي قلتي لي عليها. يا رب تعجبك. هايله بجد. جربتيها؟ الحمد لله. جربتها جميله وعجبت الولاد قوي. تسلم ايديكي انت والله. تسلم ايدك على كل حاجه شفتها. تسلم يا حبيبه قلبي. من عينيا نعملها تاني حلقه للموتزاريلا الفتره الجايه. من عيني حبيبتي. عيني ليكي. حاضر يا مدام هبه. ماشي حبيبتي. نورتيني وشرفتيني يا حبيبه قلبي. في حفظ الله. من عينيا. حاضر. بصوا بقى بدا شويه ايه، تعالوا بقى نزود شويه ميه. انا سخنت في الكاتل كمان شويه عشان كانت الميه ناقصه. بسم الله. بزود كده واسيبه بقى. تمام اهو، شوفوا بدا ياخد الشكل الاسطواني ازاي، بدا يتماسك. قدامه شويه كمان وبعدين يبقى تمام. اسيبه بقى يبرد ويهدى وبعدين ادخله الثلاجه وتقطعوه بالف هنا وشفا. صحه وهنا على قلب ايه حضراتكم. طيب انا هنا سايبه الجبنه الرومي. بصوا بقى حمام الميه ده اللي بيخلي الحاجه على الهادي. تقدروا تسووا كيك لو ما عندكم الفرن فيه مشكله على البوتاجاز، بس حطوه في حمام ميه. اي كيك عندكم في اي قالب حطوا في صينيه فيها ميه سخنه على نار هاديه وخلوها تستوي على البوتاجاز. هتاخد لها ساعه، لو بتاخد في الفرن 45 دقيقه هتاخد على البوتاجاز ساعه. تطلع هاديه وهتلاقوها رطبه وجميله وكل حاجه. يعني اقصد في بدائل كتير وسهله. طيب هنتكلم عن فوائد كتير او عن حاجات خاصه بالجبنه الرومي. هي الجبنه الرومي طبعا احنا اتفقنا، طبعا اشهر ناس عملوا الجبنه الرومي كانت في اسكندريه. هنبدا بقى نتكلم عن يعني ايه، انه كتير مرضى الضغط ما بيحبوش قوي عشان حادقه، لكن ليها فوائد كتير. اولا هي فيها الرومي فيها نسبه بوتاسيوم، يعني بتساعد شويه انها تقلل من ضغط المرتفع، لكن مش معنى كده انا اكل منها كتير لانها برضو فيها نسبه ملح عاليه. فيها كمان مغنيسيوم كويس، بتساعد في تقويه العظام بشكل كويس، وعايزه اقول لكم انها كمان بتعزز مضادات الاكسده اللي موجوده في الدم. بس خلوا بالكم هي فيها بروتينات. شوفوا احنا حاطين فيها صفار بيض وحاطين فيها لبن مجفف وحاطين فيها شويه حاجات حلوه. عايزه اقول لكم كمان يعني مفيده جدا في مرضى السكر، لو ما بياكلوا منها ما بتتعبهمش، هم مرضى الضغط شويه لانها بتبقى فيها نسبه كبيره كمان من فيتامين الف. عايزه اقول لكم يعني الحاجات دي كويسه. بس انا بقول لكم الجبنه الرومي بتاعتنا اصلها كان فين بقى؟ اصلها اعتقد حد عمل المحل ده كانوا اساسا يونانيين. انتوا عارفين يونانيين لما جم هنا مسكوا اسكندريه، قعدوا فتره في اسكندريه، يعني بسم الله ما شاء الله من المدن الرائعه المميزه. وكانوا اليونانيين اخذوا محلات كتير، واحلى جبنه رومي تاكلوها هي في اسكندريه الحقيقه، يعني حقيقي بجد. فطبعا اول ما بننزل لازم نجيب الاجبان من كل الاجبان جميله، لكن خصيصا الجبنه الرومي ليها مذاق خاص في اسكندريه، محافظة اسكندرية، وهم بيسموها هناك أعتقد الجبنة التركي، ما بيقولوش عليها رومي زينا يعني. لكن الحليب بيبقى بيستخدموا فيها الحليب البقري، بيبقى لونه يعني شوية، لكن بتبقى الحليب البقري بتبقى مصفرة، لكن لو الحليب البقري مع الجاموسي بتبقى لونها غامق شوية. خلوا بالكم الميكس ده بيفرق في طعم الأجبان جدا عشان حضراتكم تبقوا عارفين. طيب احنا طبعا لو هنعمل موتزاريلا هنعملها من الجاموسي عشان تطلع بيضة وتطلع حلو، يعني انا افضل انها تبقى بيضة، وهنعمل ليها مطة وكل حاجة يا مدام هبة ما تقلقيش، وهتقدري تبشريها وتحتفظي بيها في الفريزر كمان. ناخد مدام منال حبيبتنا. اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل يا روح قلبي. الاستاذة عظيمة مش الشيف عظيمة. الله يخليك يا نور عيني. والله انا اعمل لك سيادة التقدير واجيبها لك لغاية يا عمي. حبيبة عمي ده شرف على راسي. الجبنة الحلوة واللانشو الجميل ده. انا عايزاكي تشوفي شكل الجبنة الرومي يا استاذ شوارب لو سمحتي. لازم اعملها. بص انا هعملها اول وريهم الجبنة الرومي. بس انا شايفاها بيضة كده شوية. ما هي هنحط لها شوية كاري. عايز براحتك بس عشان الطعم. ممكن لون. ممكن بس عشان الطعم. انا بقول الكاري يعني بيبقى يعني عادي. ماشي لو الكاري انت مستطع ما حطي شويه، بس هي على فكره اما هتستوي هتغمق شويه. والله بتغمق اهو، هتشوفي درجتها. هو دي معموله بنفس المقادير. بعد اذنك يا استاذ شوارب لو سمحت.
معموله بنفس المقادير اهي، درجه اللون هي مدام منال. ايوه يعني فيها صفار سنه. اغمقت شويه ديت. دي اغمقت سنه. هعملها زي ما انت عاملاها كده بالظبط. اللي يريحك، عايزه تعمليها كده. ولو لقيتيها فتحه فيها زيتون برضو عشان تكذب العيال شويه. اعملي زيتون، اعملي فلفل، اعملي اللي انت عايزاه واللي بتحبيه. واللانشو عجبني قوي قوي، انا عملته مره بطريقتك برضو بس كانت فيها لحمه مفرومه. هو حلو بصراحه، احلى حاجه اللانشون البيتي ده. احلى حاجه. عجبتني. وعلى فكره طعم اللانشون ده، اللانشون والجبنه احنا دقنا منه قبل الهوا، عايزه اقول لك اللانشون ده ليه طعم سبحان الله، على الرغم ما فيهوش لحمه ولا فراخ بس ليه طعم، طعمه حلو قوي. تسلم ايدك بجد تسلمي. والله تسلمي. وعايزه استنى حلقه الجبنه اللي قالت عليها الموتزاريلا من عينيا الاثنين يا حبيبه قلبي، نعملها لكم على عينينا. تسلمي يا مدام منال، شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا لاتصالك. بصوا انا قفلت بقى وبسيبها زي ما قلت لكم في البخار لحد ما تستوي. الزيت اللي انا حطيته ودهنت بيه هيخليها تبدا تفك من القالب عادي بعد ما تبرد وتسع ونقلبها. ناخد ام اياد من الجيزه. اهلا وسهلا ام اياد، اهلا بيك. اين انت يا ام اياد؟ طب لو في حاجه في الاتصال حاولي تكلمينا تاني. هنعمل بقى وصفه حلوه، نعمل فيها الايه يعني نعمل سندوتشات بقى في الحاجات الحلوه دي. خلينا بقى نعمل وصفه لطيفه. قولوا لي بقى عايزين ايه، بتقولي ايه يا ندى؟ ايوه ما احنا مش عايزين نقول بقى الحاجات الوحشه دي، وحشه حاجات وحشه. يعني احنا بنتكلم على انه طبعا طبيعه الجبنه الرومي ليها طبعا اكيد الناس اللي فاهمه هتبقى عارفه انا قصدي ايه، فعشان كده انا بقول احنا عملنا بدائل عشان في ناس بجد بتبقى حابه الحاجه دي وحابه تعملها بشكل مختلف وتتجنب شويه اضرارها يعني. خلينا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه ونرجع نعمل شويه عيش فينو ساده ما فيهوش حاجه، عادي جدا. نقدم فيه بقى السندوتشات الحلوه دي وفينو لطيف. احنا قبل كده عملنا الكايزر، هنعمل النهارده العيش الفينو بطريقه لطيفه ان شاء الله ربنا ينول اعجاب حضراتكم. بعد الاستراحه في انتظاركم باذن الله. شايفين بدأت ازاي؟ انا طبعا اللي عايزه اقوله لحضراتكم انه يفضل ان اطراف الجبنه الرومي الجاهزه بتاعت بره يعني المفروض ان احنا ما نجيبهاش او ما ناكلهاش، لازم تبقى فريش وطازه. يعني عشان كده يقول لك ايه، قديمه قوي ولا وسط ولا بالفلفل ولا من غير ولا جديده، يعني ده بيفرق قوي لانه دي بتبقى اكتر حاجه فيها نسبه البكتيريا عاليه. وبعدين انتوا عارفين بديل الرومي هو المفروض البديل ليها البارميجان او البارميزان، دي اعتقد دي مكان في بارما الايطاليه عشان كده هم اطلقوها عليها. هي جبنه كده صلبه مجففه بتتعمل هناك عندهم من حليب البقر. حتى الموزاريلا تخيلوا في منها يعني نوعين وبيعملوها فريش، تبقى حلوه قوي مع السلطات سبحان الله، بتتباع في بعض الاماكن هنا بس تبقى عندنا غاليه شويه. طيب تعالوا بقى نبدا كده نقول مقادير العيش الفينو، حاجه سهله وبسيطه وباقل الامكانيات. يعني طبعا في ناس ما شاء الله شاطرين جدا في المخبوزات وبيحبوا يعملوها قوي. حاجه من الاثنين، اما هنخلي يعني الخميره والسكر مع اللبن الدافي ونسيبهم يختمروا في جنب الاول وبعدين احط دي ورشه الملح واستنى واضيف عليه، اما انا احط كله مع بعضه زي ما احنا بنعمل. فانا هحط هنا الخميره والسكر وطبعا هاخد رشه ملح برده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين المهم ان يبقى اللبن او الحليب دافي. تعالوا بقى نقول المقادير كده مع بعض. 3 كوبايات من الدقيق، رشه ملح،
كوبايه من اللبن او الحليب الدافي. طبعا احنا داخلين على اجواء شتويه او هيبقى برد، فمحتاجه ان الحاجه تبقى دافيه وانها تتخمر صح، يعني تبقى في مكان دافي. فاحنا لو هنخمر في الفرن هيبقى بندفي الفرن شويه ونطفيه وندخل فيه الحاجه اللي احنا هنخمرها، اللي هي مثلا اي عجينه بقى، اي عجينه خاصه باي حاجه. المقادير معانا 3 كوبايات دقيق، رشه ملح، كوبايه من اللبن، 3 معالق كبار من السكر او معلقتين كبار، معلقه كبيره خميره، ومعلقتين ونص كبار من الزبده. تعالوا كده نقلب الاول المكونات اللي هي الجافه دي سوا. الف بس دي عشان اصب الخليط وننزل كده. انا ليه بعمله باللبن؟ هو في الاماكن بره ما بيعملوش باللبن، بس احنا في البيت بقى، احنا في البيت بنعمله باللبن عشان الولاد. الزبدة حاجة كده متغذية. حاضر. بخلط الخليط شويه، لازم العجينه دي تاخد وقتها على الاقل 10 دقائق. معانا تليفون، معانا مين؟ معانا خديجه. صباح الفل، اهلا وسهلا يا خديجه. صباح الفل يا حبيبتي. اهلا وسهلا بيكي. كويس يا فاطمة. الو. اهلا وسهلا، سامع حضرتك. ألو. اتفضلي، سامعاكي. بصي انا حابه اسالك على يعني ازاي انا بعمل العيش الفينو ده. اما بتعملي العيش الفينو بيحصل ايه؟ ممكن الصوت بيقطع عليه. ممكن ايه حبيبتي؟ انا مش سامعه يا بنات، ساعدوني. الصوت بيقطع من عندك. بقول لك انا بعمل العيش الفينو ده لاولادي، بس انا حاساه ايه بايه؟ بفرول؟ بعد انا ما عملها حاسه بيدوق كده، عندي ازاي؟ يعني بيدوق بفرول. حاضر حاضر هقول لك. حاضر من عيني. طبعا اولا نوع الدقيق مهم قوي، العيش بيحتاج دقيق قوي، بيحتاج دقيق قوي، فلازم تختاري نوع من انواع الدقيق اللي تكون خاصه بالمخبوزات وبالعيش. حلو، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم يعني العيش اولا تديله وقته كويس قوي في العجينه، ان العجينه تاخد وقتها في الخفق. لو انت سواء عندك عجان او بايديكي، عشان تبقى العجينه حلوه. كل ما العجينه تبقى هشه وفيها تلزيقه خفيفه، كل ما تبقى هشه وكويسه وما تفرولش منك. الاهم كمان رشه الميه اللي بتبخيها وهو في الفرن وقت التسويه، دي حاجه. الحاجه كمان المهمه قبل يعني التخمير مهم، وكمان رشه الميه دي مهمه. لما بيطلع العيش بنسيبه يهدى ولازم نغطيه عشان يفضل محافظ على الهشاشه اللي فيه. شوفي دلوقتي هنقطع لك على العيش، شوفي الهشاشه مش هتلاقيه مفرول، وتقدري تحتفظي بيه بعد ما يطلع هو هش بعد ما تغطيه. دي كلها عوامل مهمه ما تفرولش معاكي العيش. علشان ايه؟ علشان في الاخر تقدري انك تشيليه في الفريزر وتطلعيه في وقت انت عايزه تستخدميه، فيبقى معاكي عيش كويس. والمهم ان الميه الدافيه او اللبن الدافي ده افضل حاجه، بيخلي العجينه كده فيها طراوه. انا حطيت دلوقتي معلقتين زبده، وده اختياري، بس انا عامله حاجه في البيت فانا عايزه اعمل عيش مغذي خلاص، لكن في الافران ما بيعملوش كده. طيب نقلب تقليبه كويسه. هنبدا اجيب صاب كده، انا هدهنه بس شويه، بحب ادهنه احتياطي كده، بحب اطمن ان ورق الزبده ده نوعه كويس، لان في انواع ورق زبده عارفين ايه بتبقى مش حلوه، بعتمد ان هو ورق زبده عازل ما بيطلعش عازل. ومعانا ام محمود، يا اهلا وسهلا. صباح الفل. أيوه. حبيبه قلبي ام محمود. اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي، ازاي صحتك يا ام محمود؟ استاذه عظيمه. الحمد لله يا روح قلبي. صباح العسل. صباح الهنا يا حبيبه قلبي.
تسلم ايدك، تسلمي على الجميل ده، اللانشون الجميل ده. انا كنت عايزه اسالك على في جبنه بتتحط في الكنافه. في جبنه العكاوي، هي الموتزاريلا دي؟ والله هو البديل بتاعها الموتزاريلا، لكن هي الاساسي اسمها عكاوي، لكن ممكن الموتزاريلا. المهم تبقى جبنه ما فيهاش نسبه ملح وبتمط، فتنفع الموتزاريلا ما فيش مشكله يعني كبديل. لو انت مش هتحطي العكاوي، لان العكاوي محتاجه. حضرتك اتفضلي. هو الجبنه الرومي دي، ها الجبنه الرومي دي ممكن نحط مكانها لانشون؟ تقصدي في الخليط بتاعها؟ حطي اللي انت عايزاه، اعملي اللي انت عايزاه. عايزه تحطي في الخليط بتاع لانشون متقطع براحتك، بس انا عشان ابني بيحب اللانشون اكتر. ما تحطي لانشون، ما يجراش حاجه، حطي قطعي اللانشون شرايح وحطيه. احنا عملنا اللانشون اول الحلقه اهو، وعملنا الجبنه الرومي. انت عايزه الطعامي الرومي كمان بلانشون، حطي جواها اللي انت عايزاه. اللي انت عايزاه اعمليه براحتك، انت في البيت تعملي اللي انت عايزاه. تسلمي يا حبيبه قلبي، الله يبارك فيك يا رب. بصوا بقى العيش يعني ايه، بناخد كده، بصوا باخد بالصباع ده كده. هي المفروض تبقى يعني على حسب، هو المفروض بالوزن 60 جرام ولا حاجه تقريبا يعني. بصوا بقى، تعالوا كده نتكلم. اولا العيش الفينو ده برضو من اسكندريه، برضو المردنه فين يا ولاد؟ انتوا شلتوا المردنه فين يا حبايبي؟ ده حد بقى عايز اقول لكم، اللي كمان عمل الفينو ده حد يوناني كان في اسكندريه برضو، عشان تبقوا انتوا عارفين يعني، في حي الابراهيميه، وعمل مخبز كبير. بصوا بتني كده وبعمل بكف ايدي هنا اقفل، عشان اقفل عليها العجينه كويس. ابرم كده واقفل كده هنا، ابرم كده واقفل هنا. هو عمل مخبز في الابراهيميه، الراجل اليوناني ده، واشتهر بالمخبوزات والفينو بتاعه في اسكندريه، وتوزعت على كل حته. بصوا بقى، ممكن بقى نقفل كده. عايزين اقولي، بصوا بنقفل هنا، ده مهم عشان ما تفتحش مني. شايفين شكل الرغيف بيبقى رفيع كده، بيبقى رفيع كده، ولما نيجي نحط الرغيف بوقفه على الجزء اللي انا قفلته. شايفين الجزء اللي انا قفلته ده؟ بقلبه لتحت، يعني الجزء ده اهو بقلبه كده واحطه عليه عشان لما يخمر، وبقفل هنا كويس. البوز زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو، وبحطه كده واسيبه يخمر. هو بيبقى كده حتى في الفرن، فاهمين قصدي ازاي؟ اهو احنا بقى مش عايزين الحوامل تاكل فينو كتير، لان خلوا بالكم الفينو ده برضو خطير في اكل، وانتوا عارفين بيرفع السكر مره واحده، فخلوا بالكم مرضى السكر يعني الفينو مش مفضل، احسن حاجه ليهم. بصوا التلزيقه دي انا مش عايزه احط زيه ولا حاجه، انا مش عايزه يطلع ناشف، انا عايزاه يطلع طري وحلو، فالتلزيقه دي حلوه. عايزه اقول لكم هنعمل لكم شويه مخبوزات وعيش وحاجات منوعه، بدل يعني التقليدي اللي احنا متعودين عليه، ان شاء الله تعملوها في البيت وتستمتعوا بيها. ونعمل التوست برضو. بصوا هبدا اتني كده، برول كده واقفل هنا ببطن ايدي كده، واهو واقفل كده، وهرول تاني كده عشان يطلع الشكل اللي حضراتكم شفتوه. نعم كده حبايبي، ونقفل كده تاني، واهو نقفل كده، واهو وهاجي هنا هروح قافله كده الاول. شايفين حضراتكم ازاي؟ وبعدين هقفل الحرفين دول مهمين قوي، يبقوا بوز كده، وهعمل كده، وهاجي الجزء اللي انا قفلته اهو باين. لا انا مش عايزه ده، انا عايزه اقفله على اللي تحت عشان لما يخمر ويجي يرفع في الفرن ما يفتحش مني. ماشي اهي، نعمل بس بوز اهو. شايفين ازاي؟ طبعا احنا لو هنوزن هنطلع كله مقاس واحد، وده الافضل لو عندكم الميزان. لو مش عندكم خلاص انا ايه هعمل كده كام واحده، وبعدين بندهنه. ممكن في ناس تحب تدهنه، في ناس ما تحبش، يعني ده مش مدهون. اللي عايز يدهنه يدهنه، مش عايز يدهنه ما يدهنوش، ترجع لحضراتكم زي ما تحبوا، كل واحد وبراحته. اهم حاجه بقى رشه الميه اللي هو فيها بيستوي في الفرن البخاخه دي، مهمه قوي بقى.
مهمه قوي عشان تحافظ على طراوته. بصوا التلزيقه دي هي اللي بتطلعه ايه هش كده زي ما حضرتك شايفينه، مش مكتوم اهو، حاجات بسيطه وده هيطلع رغيف كمان كويس اهو. نقفل كده. عايزه اقول لحضراتكم حاجه، ما بستناش العجينه تخمر، لو استنيت العجينه تخمر وبعدين اشكلها هتلاقوا ريحه العيش خميره خالص، يعني هتتضايقوا منه. عارفين لما تبقى ريحه الخميره ظاهره كده في العيش وتبقوا انتم متضايقين منها، فانا ما بستناش يخمر، يخمر في الصاج زي ما انتم شايفينه كده وانا بعمله. بقفل بس الطروف دي اهي عشان تظبط معايا اهو. واسيب مسافات كده عشان هو اول ما بيخمر هنا خلاص هدخله بقى الفرن. اهم حاجه في المخبوزات نوع الدقيق، الخميره تكون فعاله، ما استناش لما تخمر الخميره وبعدين اخده اشكله خالص عشان ما يدينيش ريحه عيش بخميره ريحته يعني وحشه، انا هتضايقكم. على طول هشكله، هسيبه بالظبط ربع ساعه الصاج ينفخ او نص ساعه، واكون مغطياه بفوطه او بكلنفل او في مكان دافي اهم حاجه عشان يطلع هش معايا. الفرن بيسخن على حراره هنا 220، انا مسخناه 220 او 250. العيش والمخبوزات والبيتزا بيحبوا حراره عاليه في الاول، لازم الفرن يكون سخن قوي، يدخل ويبدا ياخد الرفعه بتاعته الحلوه، وبعدين هبدا قبل ما يطلع كده ويعلى وياخد اللون بروح رشه الميه من بخاخ واسيبه. انا عملت قبل كده مع حضراتكم في العيش اللي هو الكايزر، شفتوا طلع كبير العيش بتاع البرجر، وحطينا سمسم. اللي عايز بقى يضيف سمسم هيدهنه، على فكره تقدروا تدهنوه بلبن، تقدروا تدهنوه بميه وتحطوا عليه سمسم او تغطسوه في السمسم، وتقدروا تسيبوه ساده كده للساندوتشات. شايفين هش وجميل، ان شاء الله تستمتعوا بيه. غطوه اول ما يطلع بعد ما يهوي كده والبخار يمشي عشان ما يعرقش على صاج بره، وبعدين نغطي عشان نحتفظ بالمخبوزات بتاعتنا سواء قرص ولا منين ولا عيش فينو ولا اي حاجه. معانا مين؟ معانا نهى. يا اهلا وسهلا من قطر، اهلا وسهلا. اكيد اتعورتي او حاجه ما تخافيش. لا بعد الشر عليكي. تاني هتتكرر. يا نهى. نهى. الكويز يعني؟ مكان ايه؟ يا نهى احنا سامعين المكالمة. سامعين المكالمة وسامعين كل حاجة يا نهى. المدارس والكويزات والامتحانات والأمهات كلها يا عيني. طب نهى حاولي تكلمينا أو تركزي معانا يا نهى. كان نفسنا نسمع صوتك طبعا. تحية ليكي حبيبتي. هنشيل بقى العجينة دي وتعالوا بقى نبدأ ننزل المقادير مرة تانية. العيش الفينو في السريع ونشيل بقى. بصوا اللانشون ده خلاص الحمد لله ولله الحمد. هاخد طبق كده اطلع عليه العيش الفينو. يلا بينا هنبدا بايه حبايبي؟ العيش الفينو. بصوا بقى مقاديره بسيطه، انا عجنت باللبن، تقدروا تعجنوا بالميه لكن احنا عملناه في البيت فاحنا بنغذي الولاد. العيش المعجون باللبن ده جميل وليه سعر تاني اصلا في المخابز. 3 كوبايات دقيق، رشه ملح، كوبايه لبن دافي، 3 معالق كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، يعني كيس غالبا، يعني كيس الا حاجه بسيطه، يعني اعملوا المعلقه هتلاقوا الكيس فاضي فيه شويه صغيرين قوي. 2.5 معلقه كبيره من الزبده عشان تدي طعم كده ويعني فخامه للعجينه كده. خليني هنا اطلع ده، عايزه بس اشوف من الجناب كده اخباره ايه، هوريكم كده. سخن جدا طبعا. هناخد المقص. بسم الله. ننزل مقادير اللانشون معانا تاني عشان اصدقائنا، وطبعا المفروض اسيبه يبرد خالص، ما ينفعش افتحه دلوقتي. بس ايه تمام، تسلم ايديكم. عندي 6 قطع، قولي لي يا ندى عشان انا بحاول افتح ده مش قادره ابص على الشاشه. 6 قطع من الجبنه، بصوا شايفين اللانشون اهو قدام حضراتكم لسه عاملينه، محتاج يسقع بس. شايفين ازاي عندي 6 قطع من الجبنه المثلثات، كوبايه من الدقيق، بصل باودر معلقه كبيره، بابريكا معلقه كبيره، حبان مطحون نص معلقه، لون طعام احمر حوالي معلقه كبيره،
وعندي 3 ارباع كوبايه من الزيت، وعندي 5 بيضات، و2 مكعب مرق اختياري، وملح وفلفل اسود، والزيتون الاخضر اللي احنا قلنا حطيناه في قالب الايه الاختياري ده، سواء فلفل اسود او زيتون اخضر او اسود اللي حضراتكم تحبوه. تعالوا بقى كده بصوا، معلش انا فتحته عشان تشوفوه، شايفين شكله عامل ازاي؟ لسه هيسقع اهو كده، هو سخن. اه طبعا المفروض يهدى اهو، ده معمول على الهواء اهو من اول الحلقه مع حضراتكم، ريحته روعه روعه روعه. يسقع بقى عشان تعرفوا تقطعوه. ادي اللانشون. طيب نشوف، بصوا بص على الجبنه الرومي، بسم الله الرحمن الرحيم. هي لسه شويه طبعا لانها لسه، بصوا اوريكم بقى تعرفوا استوت ازاي. شايفين الحروف هنا غمقت ازاي؟ عايزه اوري مدام منال. تسلمي يا نور عيني. بصوا حبايب قلبي مدام منال، معلش يا استاذ شوارب الله يسعدك. انت سالتيني اللون، بصي اللون بدا يغمق من الحروف ازاي مدام منال؟ علشان خاطر بدات تستوي، داخله في التسويه، فشوفي اللون غمق ازاي. انا حبيت اوريكي اللي جوه لسه فاتح عشان لسه طري. وهننزل مقادير الجبنه الرومي تاني لاصدقائنا اللي ما شافوهاش، مش الجبنه الرومي، بديل الجبنه الرومي. طيب تعالوا نقول، عندي كوبايتين من اللبن البودره، عندي كوبايه زيت، عندي كوبايه نشا، عندي كوبايه ميه، هي نفس الكوبايه اللي بعاير بيها، عندي 2 صفار بيضه، عندي 5 مثلثات جبنه مثلثات، وعندي تقريبا فلفل اسود حب، وعندي 3 معالق قشطه لو عايزينها تبقى قوامها كريمي وفيها طراوه، لو مش عايزين ما تضيفهمش، وعندي نص كوبايه من الجبنه الرومي، وتقدروا تحطوا البارميزان. بصوا الله اكبر، الاسطوانه زي القمر زي القمر، مش عايزه بقى ايه اقطعها كده تشوفوها من جوه لانها لسه مولعه. جميل 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 ما شاء الله يعني. وايه احنا بقى دلوقتي، يا نهار ابيض، تعالوا بقى بينا نستسمح حضراتكم في استراحه، نطلع بقى ونستقبل مع بعض الفقره الطبيه. وان شاء الله طبعا هيبقى في كل الاسئله الخاصه بحضراتكم، هتلاقوا كل اصدقائي اللي كانوا بعتوا لي وانا نزلت لكم مخصوص على صفحتي الشخصيه اسم فيتامين اللي احنا بينزل معانا، علشان خاطر الفيتامين ده بيكفي 30 يوم في الشهر، مالتي فيتامين، في معظم بالظبط 13 نوع من الفيتامينز المهمه جدا لجسمنا ولينا، بنحتاجها بناخدها من يعني من اكتر من سورس او من اكتر من علبه بنشتريها لوحدها، هو متجمع في علبه واحده، كل اللي هنحتاجه فوقهم هو الاوميجا 3 والفيتامين د وشكرا. وكمان في اوفرز معموله جميله جدا، الشركه عامله اوفرز حلوه قوي وسعر اقتصادي. اتمنى يا رب انه يعني الفيتامين الالب مالتي فيت ينول الاعجاب وتبقوا جربتوه، جربوه ان شاء الله العلبه بتكفي شهر 30 قرص على مدار الشهر. خلينا نشوف دكتور دينا واسئله حضراتكم ان شاء الله بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم باذن الله.